مشاهدينا الاعزاء، ننوه الى هذا الخبر العاجل. وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح البري اليوم معدات هندسيه واطقم فنيه مصريه الى قطاع غزه للمساهمه في ازاله الانقاض وركام المنازل والابراج المهدمه والمتضرره نتيجه الاحداث الاخيره، وذلك في اطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعه اعاده الحياه الى طبيعتها وتهيئه المجال لبدء عمليه اعاده الاعمار في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع. إذن مشاهدينا، نذكر بهذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح البري اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة، وذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع. مشاهدينا، كما نطالع في هذه الصور، إذن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح البري اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة، وذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.